طيب إلى سنن أبي داود، إلى سنن الترمذي، أسف، إلى سنن الترمذي أبواب الدعوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد، عبد الوارث العنبري البصري، قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال النسائي لا بأس به. قال حدثني أبي عبد الصمد عبد الوارث أبو سهل، هو حجة، قال الحاكم ثقة مأمون، بن سعد قال ثقة، وقال ابن قانة كان يخطئ. حدثنا محمد بن سالم، محمد بن سالم الربعي البصري، نعم، قال أبو حاتم لا بأس به. عن ثابت البناني، ثابت البناني يعني من أثبت الناس في أنس ومن خيار التابعين ثقة ثبت، قال قال لي: يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، في رواية وأحاذر، ثم ارفع ذلك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. هنا الحديث عندنا في باب الدعوات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكيت، لأنه أنس قال حدثني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتكيت فضع يدك يضع يدك على مكان الألم ثم قل بسم الله، وفي رواية أخرى قل بسم الله ثلاثا. ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. الحديث أيضا جاء من طرق وفيها أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد وأحاذر. هنا أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد من ورعي هذا، ثم لا ثم أرفع يديك، يعني يرفع يده عن الموضع الذي وضع يده فيه. الحديث الأتم من ذلك أن تضع يدك على مكان الوجع وتقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. وأنس قال أعد ذلك وترا، وضع اليد على مكان الألم ثم القول بسم الله، هذا استشفاء، استشفاء بكلام الله جل في علاه، بسم الله بسم الله ثلاثة، والمعنى أستعين بالله جل في علاه وأدعو الله أن يعني يزيل عني ما أرى من هم أو من تعب. قال بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته، وهنا يعني قال أعوذ بعزة الله، الله جل في علاه عزيز، عز فغلب، عز فانتصر، عز فقهر سبحانه جل في علاه، ما من شيء إلا ويحركه الله جل في علاه، وما من شيء في الكون إلا ويملكه الله جل في علاه، وما من شيء إلا وقدره الله جل في علاه. لذلك قال أعوذ بعزة الله، وهذا أيضا فيها دلالة على تمام التوحيد. كانوا إذا نزلوا بوادي قالوا نعوذ بالله، نعوذ بعزة أو نعوذ بكبير هذا الوادي، يستعيذون بغير الله جل في علاه، وهو شرك. وهنا الاستعاذة حتى تكون استعاذة صحيحة تكون استعاذة بالله وحده لا شريك له. قال أعوذ بعزة الله، صدق اللجأ لله جل في علاه دفع مضر عنده، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ومن شر وجعي هذا. الآخر بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه، يعني قدرته على إزالة المرض، على منح الشفاء. قال أعوذ بعزة الله وقدرته، والله على كل شيء قدير، من شر ما أجد من وجعي هذا.
من شر ما أجد وأحاذر. وهذا أيضا فيه الاعتناء بالاستعانة بالله جل في علاه والاستعاذة به، والاستعاذة بالله توحيد محض، والاستعاذة بغير الله جل في علاه شرك. ولذلك كان المرء بنفسه عن ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ دائما بكتاب الله، قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نعم، يقول أعوذ بعزة أقول بعزة أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. شوف هنا الآن تمنى الشفاء، المسألة على الشفاء، ولا سيما أنه قال أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه، سلطانه على الجن، سلطانه على إبليس، سلطانه على جميع خلق، على جميع خلق. أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. ففيها كما قلنا أول شيء الاعتقاد بأن الله بيده كل شيء، المرض والشفاء، ثم تضرع إلى الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا ووصف الله بالكمالات، ثم بعد ذلك الطلب من الله جل في علاه يكون تصريحا. الفوائد المستنبطة: الاستعاذة صدق اللجأ لله جل في علاه في دفع الضر، كل شيء بقدر، العجز والكيس والمرض والشفاء. فضل الوتر، لأنه قال ذلك وترا، أما الحديث الآخر قال سبع مرات، سبع مرات فضل الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر.